حكم نقض الوضوء عند الطواف يرى الجمهور أنك تخرج تتوضأ وترجع تكمل، إلا أن من العلماء كابن تيمية من يرى أن هذا الوضوء ليس بواجب ويضعف حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهو كما قال في تضعيف الحديث فإن الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.